أهلا بكم في جولة إخبارية جديدة من الحياة الآن، نستهلها بأهم العناوين. السيسي يصل شرم الشيخ للمشاركة في أعمال القمة الاقتصادية الأفريقية. وولي عهد أبو ظبي يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس. الإعدام لأحد عشر متهما والسجن من عام إلى 15 عاما ل42 آخرين وبراءة 22 في أحداث مذبحة استاد بورسعيد. ضبط مزرعة لتربية الحمير وذبحها وبيع لحومها للمواطنين في الفيوم.